الدكتور باسم نعم. في ايه جديد في الآرامية؟ يعني اليومين دول احنا يعني بقالنا نشكر رب سنة، كل يوم تقريبا كل اسبوع بنلاقي شيء جديد في الآرامية، نعم. والرب يكتر من هذه الإنجازات الجديدة. ما هو الجديد دكتور باسم إذا تحب تبدأ؟ شكرا قس إبراهيم، وأنا أشكر الرب من أجل أخ ناجي على الكلمة اللي تفضل بها، وهو ده يتكلم بالحقيقة. يعني أكو أمور حتى ما نقدر نحكيها على الهواء. قال سيأتي الليل، وبالحقيقة تقريبا وصل الليل، تقريبا وصل الليل، والمحاربات مثل ما تفضل إذا من خلال السوشيال ميديا أو أمور أخرى، لكن نشكر الله لازلنا على الستلايتات ولازلنا على كامل قوتنا وطاقتنا. لكن من بداية السنة يعني شوف العالم كله شاف، خاصة هنا الشعب بأمريكا، ماذا يحصل وماذا يدور. ولكن سؤالك الثاني أو سؤالك أنه ما هو الجديد؟ الجديد هو كالآتي: أولا إحنا الآن في شهر الخامس اللي هو ماي أو أيار، فيعني باقينا تقريبا شهرين وراح نحتفل بالعيد السادس عشر أو ميلاد القناة الآرامية السادس عشر. So هذه أولا. في نفس الأسبوع اللي هو يوم 14 جولاي، يعني 14 تموز يوليو، ذاك اليوم راح يكون أيضا افتتاح قناة جديدة اللي هي من رؤية سنة 2020، القناة السادسة رقم 6 اللي هي قناة إلى الهند. ويا ريت الأخ المخرج يطلع لنا بعض الأمور، إذا ويب سايت للهند أو إذا قناة الهند. المهم نعم، ثانك يو. سو اي بي ان تي في انديا هذا هو الاسم، واذا تشوف جواتها www.abntvindia.com. وكما تعرف انه عدد سكان الهند واحد على الصحيح و 38% بليون، ونصلي الان من اجل الهند وما يجري الان بسبب كوفيد 19، وتقريبا 300 الف هندي مصاب يوميا في هذه الكارثة. لكن أشكر الله أنه البارحة كان عند يعني نعم البارحة كان عندي موعد في المطعم هنا في المنطقة مالتنا مع طبيب هندي اسمه فيجي توماس، هو أيضا قس وفي نفس الوقت هو هندي، يعني دكتور صار طبيب. نعم خلي هذه رجال راح اتكلم عنها. سو الدكتور فيجي هو راح يكون معنا، يعني راح ينخرط معنا في فريق اللغه الهنديه من ناحيه الديسايبلشيب. طبعا احنا بدنا نتكلم كله عن الديسايبلشيب. سو القناه الهنديه راح تنزل يوم 14/7، والويب سايت اسمها www.abntvindia.com. لكن الان انت تقدر تدخل بس under constructions. اوكي سو هذه اللي بالحق هذه هي واقعيه، يعني الواقع هذا اللي راح تشوف، بس ايضا تشوف something update انه coming soon. So يعني شغلة أسبوع أسبوعين الويب سايت أيضا راح تكمل، اليوتيوب مالتها، الفيسبوك مالتها تقريبا راح يكمل. The other thing أنه في نفس الأسبوع منتصف جولاي، يعني منتصف شهر السابع، أيضا راح نبث أول مجموعة من البرامج الفيديو يعني باللغة الأردو، بلغة الأردو اللي هي مدبلجة من كل الكتاب. فمثل ما تعرفون كل الكتاب باللغة العربية، كل الكتاب باللغة التركية، كل الكتاب باللغة الفارسية. بعد شهرين راح نبدي نبث كل الكتاب بلغة الأردو. هاي رقم 2. وكانت شغلة أخرى
رقم ثلاثة نسيتها. anyway راح الآن أنه قلت ما هو الجديد، خليني أذكر هذه وبعدين أتوقف هنا. الشغلة الثالثة أنه يعني ولو الصين هي ليست من ضمن رؤية 2021، لكن إحنا في 2021 جاي نتهيأ إلى قناة للصين والتلمذة للصين اللي مشروعه يجب أن يكون في في يوم 22 شهر الثاني 2 عام 2022. لكن أيضا إذا تدخل إلى يعني الويب سايت راح تشوف abnchina.tv هنا not.com مثل الهند abn india.tv لكن أنا abnchina.tv. وأيضا جاي نبحث على طبعا متكلمين باللغة الصينية حتى يشاركونا في مشروع. وعفوا وأخير شيء قبل الصين، thank you المخرج طلع أن ذكرني هي هذه الجنة ناسيها، أنه قبل الصين راح تكون القناة الأخيرة رقم 8 and this is the last one اللي هي قناة البنجالاديشي أو البنغالي، لا قناة البنغالي. Okay. So البنغالي راح تكون قبل الكريسماس، أما الصين راح تكون في شهر الثاني عام 2022، والهند قناة الهند راح تكون في هذا شهر تموز يوم 14/7/2021. Thank you بس إبراهيم. شكرا دكتور باسم. يعني وانت بتقولي هذا الكلام وطبعا بنتكلم عن هذا الباب المفتوح، قد يتساءل الناس يعني منين كل هذا الحلم الضخم، يعني هذا ليس بابا، يعني ده شارع ده مش بس باب، ده يعني شارع كبير ماشيين فيه. هل زلت يا دكتور باسم عندك يعني اليقين انك ماشي في اتجاه سليم وان الرؤية من الرب وايه اللي عايزه من المشاهدين في هذه اللحظة؟ شكرا. اولا انا مو بس واثق او مقتنع، وانما الله نفسه برهن واثبت من خلال روحه القدوس انه لما اعطانا الرؤية العام، يعني مو this January, the January before عام 2020، أنا في وقتها أيضا كنت أيضا يعني مثل ما الرب قال إلى إبراهيم أنه جاي تشوف كل هذه الكواكب إبراهيم، فكان فتشي يعني صعب أنه يقتنع بإبراهيم، لكن أنا بالإيمان أخذتها. وفعلا يعني العام الماضي نزلنا أول مرة بقناتين باللغة الفارسية وبعدين اللغة التركية وبعدين باللغة الأفغانية، وبداية هذه السنة نزلنا بلغة الأردو، ومثل ما قلنا أنه بعد شهرين الهندي، وفي نهاية السنة اللغة البنغالي. So هذه هي كانت رؤية 2020، هذه كانت الدول محددة وتمت بالكامل. أما ما هي احتياجات الآرامية؟ أنا بصراحة يعني آسف أنه أقول يعني الرب أعطانا فتح أمامنا هذه الأبواب الكثيرة وشجعنا، وكان يد الرب معانا من أول يعني من العام وهذا السنة رؤية هذه السنة. لكن ما نعرف ليش الإنكم الدخل الشهري في هذه السنة بالذات، بالتأكيد يعني كوفيد 19 هو واحد من الأمور، غلاء المعيشة والاقتصاد العالمي في حالة تدهور، فشيء هذا واضح أيضا. لكن أيضا لا ننسى أنه يعني شركاء الخدمة يعني donors of ABN أيضا هم ناس مثلنا فقراء، يعني كلهم يعني دخلهم قليل كلش. أوكي، فبسبب هذه الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة والأسعار تزداد وجاي نشوف جاي يصير، هم أيضا صارت الأحمال ثقيلة عليهم.